السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أعزائي في قناة طب زيت مينو. هنقدم لكم الآن واحدة وصفة اللي هي مهمة جدا، وهو دهان. هذا مهم جدا، نقول لكم علاش. لأنه من خلال خبرة في العمل ديالي فهو نفع العديد من الحالات، وخصوصا رقم واحد هو البرودة. الناس اللي تتعاني من برودة في أسفل الظهر، فها هو الاسم ديالو انوغان. فممكن تطلبوه في الصيدلية، الثمن ديالو رخيص جدا، ما تيفوش 13 درهم انوغان. بالنسبة لواش فيه شي مضاعفات او لا، فهو امن جدا، ما فيه حتى شي مضاعفات. بالعكس، الى كيف ما تنقولوا الى منفعك ما غاديش يضرك. ولكن صراحة من خلال التجربة ديالي كل منافع جيدة. بالنسبة للمكونات اللي فيه، في أوكاليبتوس. تنعرفوا أوكاليبتوس هو من الزيوت اللي طيارة وصحية. فيه كذلك زيت النعناع، فيه الجليسيرول، فيه الويل دو بارافين، فيه زيوت مركزة. إذا كل المواد اللي فيها طبيعية، ما تخافوش منها حاجة. ولكن اللي بقات الاساسي فيها هو طريقه الاستعمال ديالها وامتى نستعملوها. غادي نرجعوا ان شاء الله، ولكن ما تنساوش انكم ديروا لايك واشتراك بالنسبه لي اول مره غادي يشوف هذا الفيديو ديالي، ودخل القناه ديالي. يشرفني انه يكون من المشتركين والمتتابعين ديالي. يلا سنعود ونوريكم اشنا هي الحالات اللي تتنفعها. اول حالات اللي هي ميزانة لها هاد البوماد، وغادي ديرها 3 مرات. اول حالات هي غادي ديروها بالنسبة للالم الروماتيزم. الناس اللي عندهم مشاكل الروماتيزم، يعني وفي الغالب اللي هي البرودة او عندهم التهابات، وتكون هذوك العضلات اللي حدا الفقرات اللي هما ديال الظهر، العضلات اللي تيكونوا بجانب ديالها تيكونوا مشدودين بزاف قوت الالم ديال الالتهابات. فهذاك الحرق ما تنفعو غير هاد البوماد. هاد البوماد فعلا رائحتها قويه جدا، ولكن المفعول ديالها جميل جدا ورائع جدا وفوري. فخاص ديروها 3 مرات. بالنسبه للحالات اللي تلعبوا الرياضه وجاهم كرامب او جاهم واحد شد عضلي مؤلم جدا وما نفعش معاه استرخاء ولا حتى حاجه، فتنصحكم بهذا البوماد هذا. كذلك بالنسبه للحالات الرياضيه فغادي يستعملوا مساج تدليك، وهو ليس الدهان فقط، وهو تدليك. غادي بالنسبه من تكون بومات جديده تتحلوها وتستعملوا في اول مره، ما خصكمش ديروا بزاف، فغادي ديروا فقط واحد النسبه قد هكا صافي. هذه كافيه دير واحد منطقه وحده فقط. اما الا درتي بزاف فهي فاش يلاه تحلها هي قويه جدا جدا. فغادي ديروا التدليك على هذا الشكل، انت تدهنوا دهنوا الى ان يختفي هذا اللون الابيض. غادي تشوفوا اللون الابيض في الجسم زاد بزاف، فغادي تبركوا على العضلات الظهر. دابا هالفقرات مثلا، هذه الفقرات وهذو العضلات، فغادي تمشوا من الفقرات الى الجوانب. يعني الناس اغلبيه تشكى من الحرق ديال الجناب، كذلك الجناب ما تنسوهم، الجناب ركزوا عليهم مزيان بالتدليك. التدليك هكا حرفيا راه التدليك بهاد الدهان هو اللي غيداويكم. فغادي يكونوا عقاد، غادي تحسوا بهم ملي تتوركوا، غتحسوا بحال شي كويرات وكركوبات، غتحسوا بها وتبركوا عليها مزيان. كذلك الحالات الاخرى اللي مزيانه ليها هكا، اللي عندهم الظهر او بالنسبه للعنق،
اللي عندهم العنق الجنب ديالو تضرهم، اللي تنعسو في السي سرير ما نعسو معصبين، اللي معصب واللي نعس في السي سرير او سرير رطب او عنده وسادة عالية جدا. فإذا كانت وسادة عالية جدا فبطبيعة الحال العنق توقع عليه واحد الالتواء، فديك مثلا هذا العنق، فخاصك الفقرات اللي جناب ديال العنق تورك عليهم بهذا الشكل، الضغط عليهم بهذا الشكل هكا 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 حتى تتحسوا بها انها تسرحات. بطبيعه الحال غادي تشوفوا ان العضله اللي درتوا لها الدلك تولات منتفخه، فما تخلعوش ما تخافوش، فراه داكشي جد طبيعي، بالعكس غيكون تدليك مزيان. فغادي ديروا هاد البوماط تقريبا 3 مرات 3 مرات. غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديروا تدليك العنق، مثال كتدليك العنق. بطبيعه الحال غنوريكم وصفه اخرى، ها هي هاد الوصفه اللي هو على شكل جل، فهو عكس جل هاد البوماط. البوماط تنديروا الحالات اللي فيها البروده، عقد عضليه، اما هاد الجل فتنديروه للروماتيزم اللي عندهم السخونه، العكس فهو ليس للتدليك فقط الدهن، الدهن البلاصه اللي ملتهبه يعني تتكون فيها واحد شراره وحراره فيها فقط، بس خصوصا في المفاصل فهي فقط للدهن الموضعي فقط. اما هذا فبالنسبه للحالات اللي عندهم الظهر، فمن بعد ما يديروا مساج ما ينسوش يديروا السلوفان، فهو اختيار يديروا السلوفان فمهم جدا. من بعد ان شاء الله غندير لكم فيديو اخر على الاعشاب، اعشاب طبيعيه بدل بوماد، حيت كاين البوماد راه هو الدور ديالو انه تساعد داك التريتمون ميديكال، الدواء اللي تشربوه انه يستفدوا منه، الدواء هو فقط مسكن للالم، اما هذا فهو العلاج النهائي لهذاك الحرق ديال الالم، ولكن بالضبط مع التدليك الجيد والعقلاني فغادي تحصلوا على نتيجه مضمونه، وكونوا على يقين انه غادي تستفدوا من هذه النصيحه. ونتمنى انه تدعوا معايا وتشجعوني بالتعليقات ديالكم وباللايكات ديالكم، تابعونا ان شاء الله في طريقه التدليك في هذا الفيديو. نضع القليل هنا، صافي هذه الكميه كافيه للتدليك. تنقوم بالدهن فغدلكو هكذا هكذا هكذا، هذا هو طريقة تدليك هكا هكا، يعني هاللوحة هالعنق هتحركو غنشدو هاد العضلة وتنديرو ليها هكا. تتكون مؤلمة ولكن خص الواحد يصبر شوية، شفتي بحال هكا. كذلك نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى، فدا دائما حاولوا الضغط الضغط هنا، الضغط على هاد البلاصة غتلقاو أن العضلات مشدودة بزاف هاد النقاط، تتلقاوها على شكل كوركيبات. تشوفوا اللون الابيض من بعد تدليك، تتحاولوا تفرقوا حتى يختفي هذا اللون، تطلعوا تخدموا هذه العضله هكا في هاد الاتجاه حتى توصلوا الفوق.
نفس بالنسبه للظهر اللي عنده سياتيك او باللوم خصو يخدم من الظهر حتى لرجلين. العنق اللي تيشكو منو اغلب الناس اللي خدامين بزاف في البيسي في البيرويات هكا هما اللي تيكون عندهم العضلات هادو مسدوده بسبب الوساده. هذه هي العضله، هي هذه اللي تتكون ملويه بزاف ومعقوده بزاف اللي تسبب في الالم شديد، وهي باديه من هنا حتى لهنايا. الناس اللي عندهم محرق ديال الظهر هايا هذه ديال البلاصه تيديروا التدليك جيد هنا، ها هتهبطوا مع التحت مزيان، ومن بعد فوق داك العظم الدائري فهنا هاد النقط هادو تلقاو هنا فين تكون البروده، تكون هنا بارد، فالبوماد تتحاول تحل لنا العضلات وترطبها وترجعها للونه ديالها اللي كانت. فاخواتي اخواتي تنتمنى انكم استفدتوا من هذه الوصفه الطبيه واللي هي مجربه، استعملتها مده طويله جدا لحالات المرضى اللي دازوا في الترويض الطبي، فهو جد جد فعال وتعطي نتيجة رائعة جدا. بالنسبة لممكن ديروا السلوفان والطروح على كامل حوايج ولبسوا حوايج دخلانيين، يعني ما يبقاوش حوايج هكا قصار، خصو يكونوا حوايج هابطين حتى لتحت باش تسخن الذات وعاد نعسو. ما يمكنش ديروا بوماد وتخرجوا، من افضل افضل انكم مستريح في الدار، فباش تعرق مزيان والعضلات ترتاح. غادي تنفخ شويه ولكن تنفخ شويه من بعد ترجع للحاله الطبيعيه ديالها.